حافظ اصول عارف تمام صاحبتي صاحب طلع كلب خدني بعد الزوال ولا يعني عشان وافيت ما جتش مره وافتنيت كنت جدع كنت باقي بس ذنبي اني بقيت بس ذنبي اني بقيت على صحبك خسيسه ضل بالنداله سهل تفوت مالهاش عازز ولا ليها من اللي سابوني في شده وكنت بموت اي صاحب كان لي معايا بكره شوف قلبي لما ما تلاقيش نفسيك وتحتاجوا لي وانا فضليك ولما سن سلاح وعور والتجريح يبقى في وشيك فكرتوني ان انا سهل ممكن اضرب اي جرح لا على فكرة يا ابو جهل انا كنت بصون العيش والمال خصمتكوا هقول لكوا معدش ينفع اي صوت مين هيخوني مش فارقة انا دوبت منكم نار حرقة طلقات في قلوبكم خارقة يا صاحبي انت مش جدع خلاص تعبت من الدنيا منك يبيعك وفي ثانية انا نفسي اعيش في دنيا تانية من الصحاب انا بتلدع طب شفت ايه اللي حصل لي فضلت اشرب واعلي والكل خاف مني وجالي علشان شفته نجاحي علشان شفته نجاحي ما كنتش اعرف انكم بتبيعوا ظلموا لحمكم انا احسن منكم كلكم وافضل رقم واحد عايشين في دنيا تعبانة وظلمانة وجعانة عقولنا بقينا فقدينها من الخمرة والغرقانة من الخمرة والغرقانة عايشين في دنيا تعبانة وظلمانة وجعانة عقولنا بقينا فقدينها من الخمرة والغرقانة من الخمرة والغرقانة هيا اللي بتقولي سمعت وعنك حكولي يحبك هكمل حياتي بطولي جرح بينزل بسيبته بيني وبينك بهيته مش هحكي معاك في ماضي ما عدتش ابدا بعيدته سيبيني لحالي سيبيني ابعدي عني وانسيني افتكري اني بسببك جريت حياتي وسنيني انا مش كرة في ايديك تلعبي بيها وتشوطي محمد تيتو السندوبية كتب ووزع وغنى كمان علشان الدنيا بحالها تسمع قناه شعبيات قدام والباقي يرجع احمد ميدا واحمد حمد والخبطة توجع احمد ميدا واحمد حمد والخبطة توجع قناه شعبيات قدام والباقي يرجع Yeah.